أم وبنتها عاشوا التحديات ومرقوا بأوقات ما بتخلى من الخوف والمسؤوليات. أنا بالغربة وبعمر صغير لقيت حالي حاملة أملي بين إيدي. هلأ كتير صعب إنه أم تربي بنت لحالها بمجتمع صعب مثل مجتمعنا. حاولت كتير إني أكون البنت الهنية اللي ما بتعذب، بس إلا ما أكون عذبتها. هي أملي بالحياة وهي أهم إنجاز أنا عملته. وصفاء أمي يلي تعبت ووصلتني لهون وخلتني أكون بنت ناضجة ومستقلة وصاحبة مسؤولية. أسرار كتير الليلة رح يعترفوا لي فيها الممثلة النجمة صفاء سلطان وبنتها المذيعة أملي. قدي مبسوطة فيكن صفاء وأملي، قدي عتلاني هم على الاعترافات اليوم. حس الموضوع في إنا نحن من عنا في إنا؟ إيه إيه. شو حلو طلعت مطلع غنية. ايه نحن الموضوع من عنا في إنا فيها. بنفسك بنفسك يا ريتا بنفسك. ميرسي ميرسي ميرسي. هيك شو قوية أخذت اللون ميرسي. الحلو أنا خليني إيه هيك مغلبة حالك. مغلبة حالك. ثانك يو عن جد ثانك يو. عذبتي حالك. أهلا وسهلا. ثانك يو يا روح قلبي. انتي ما بدك تطلعي من ستيليتو؟ لا. انه تفيق من النوم لابسه طقم سكربينه انيقه ميك اب وهيك. هلا انا اللي بس ناقصنا تشيز كيك. هي لابسه كرمالنا متأنقرة. نحن ضيوفها اليوم بس نحن حاسين بنقص لانكم انتم دقيتوا لي وجايين. ايه بس حطيت شيء هيك بسيط علي. هلا يعني عرفتي والله انه اجينا انا طرقت مشوار من الشام. ايه كرمال بس نجي لعندك. بس لعندك فالمينيموم البس. غالية انت علينا. هي كرمالنا عاملة هيك انه حتى تحلق وشك وكذا. هولي كلهم كرمال بس كرمال لك لا كان حييت. ايه من استليتو ما عم بحسن اطلع. قديه بتشبهوا بعض؟ في شبه؟ في شبه بالشكل وبالطبع. هو انا بنبسط بس حدا يقول لي بتشبهي امك. هو فيكي ملامح من امك، فيكي من لاحة امك، كثير بنبسط. هي اول اعتراف اليوم. ضو عيونا لصفاء لانه اول مره بسمع هيك. والله مع انه كانت عم تقول ما بدها تعترف بشيء فدغري. هو انا مشكلتي اني انا كتومه. بعرف اكتب انا. اعطوني سر فسركم بميكروفون فورا. لكن بهاي ما بتشبهوا بعض بالمره. يلا رح اخذ اعترافات منك. اوكي مني انا؟ منك اكثر. بدك تبلشي فيني؟ هلا انت تزوجتي عن عقل خلينا نقول وضينتي 5 سنين، رجعتي تزوجتي عن حب كمان ضينتي 5 سنين. رقم 5 معلق عندي. خلفتني بشهر 5. وجبتها بشهر 5 صح معلق عندي. رقم 5 اول مره بنتبهت لها. رقم حظك هذا. برافو عليكي نبهتيني على شيء ما علي انتبهت له. هلا هو الاول زواج مو قصه عقل بس كان يعني اندفاع اكثر. حدا بده يعني خلص ام ريدي اني انا اتجوز. بنفس الوقت اغرتني قصه امريكا وكمل دراسه بامريكا. يعني باسبور امريكاني يعني. ايه ما اخذته باسبور. ما اخذته انا اللي اخذته الحمد لله. ما اخذته. بس انت فيكي تعطي لامك؟ والله انا ما صار ضروري يعني يلحقونا الضرايب. انت خلينا اساسي. خلينا بحالنا. ما بدنا هلا ما بدنا اختي ما بدنا. الفكره انه يعني في كان كذا سبب وما بنكر انه انا وقت اللي شفت ابوها يعني انه حبيته. يعني انا ما تزوجت الا لاني حبيت. هن باسبوع تزوجوا. ولدها وسيم. والدها وسيم. بس قد ما طالعه املي بتشبهك معناتها شكله كان يحبك اكثر ما انت بتحبيه. لانه بتعرفيها هيدي المقوله. اي اي بقولوا هيك متزوجين اذا بتحبيه اكثر بيطلع ما خصيه. هي جيناتها قويه. هي الجينات قويه كانت عندها. جيناتي قويه؟ على فكرة يعني أملي بالمرحلة الأولى من عمرها خلينا نقول بفترة المراهقة وهيك كانت تشبه أبوها أكثر. هي صار لها يعني تقريبا هلا شيء 5 سنين كمان 5 سنين. 5 سنين كثير عم يعني عم تكون عم تشبهني أنا أكثر ما تشبه أبوها. بلكي لأنه صار الستايل أكثر. شو عملت لصرت تشبهني؟ والله ولا شيء بس يمكن على كبر عم تتغير الملامح فعم بيصيروا يشبهونا أكثر لبعض. يعني من جديد عم بسمع هاي الكلمة بتشبهي أمك كثير. كيف علاقتك اليوم مع والدك؟ منيحة الحمد لله. بدك تاخذي اعترافات؟ ما حاعطيكي اعترافات. اعترافات ما في. لا سؤال عادي طبعا. سؤال سؤال يعني عادي يعني. لا ما رحت على امريكا قبل انا. وهو بيجي على سوريا او ما لبنان ما صدفت يعني. وصارت لا لا اجى على سوريا. اجى مره ب 2008 بتذكر كان عمري 8 سنين. ايه بس ومن وقتها ما شفتي؟ بتعرفي ظروف سوريا كيف صارت كمان ما بقى يقدر حدا ينزل بسهوله على سوريا. ووالدي متزوج وعنده عندي اخين انا.
فهن يعني عيلة مستقرة. تعرفيهم؟ ايه بعرفهم يعني، بعرف اسمائهم، بعرف اشكالهم بالصور، بس يعني ما صدفت وزبطت انه شفنا بعض. ما بتفتحوا فيديو كول بتحكوا تقربوا من بعض؟ قليل كثير يعني، ما بعرف كيف صارت القصص، بس انه هي المسافات يمكن والبعد. هي عندها قناعه انه البعيد عن العين بعيد عن القلب. انا بقول لها لا ماما، يعني انه بالنهايه هي اقسى منك. هي ليش بلشتي الموضوع من هون؟ ليش بلشنا الحلقه من هون؟ وين لازم هي 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 العقل عندها اكثر يعني طابق. وبرافو عليها بهذا الوقت بالزمن هذا اللي هو مو زماني وزمانك ابدا، اللي نحن عاطفتنا بتغلب علينا. املي بتحكم عقلها اكثر، كيف بتكون مرتاحه، راحتي انا، سعادتي انا، تواصلي بيريحني ولا بيعمل لي ازعاج؟ يعني املي من هذا النوع. بس هيدي تربيتك انت. انا انت ربيتي انا وحدي. شوفي التربيه هي بالمراحل الاولى من تكوين شخصيه اي طفل بالعالم، انت بتربيه على اساس معين، بتحطي له مبادئ، بتربيه على هذا الشيء، بتقولي له شو الصح وشو الغلط. بس لما بيكبر ابنك وبصير عنده شخصيته، ولا انت عندك صبايا كمان اكيد انت ربيتيهم على شيء، بس لما بيكبروا بصيروا هن بيحبوا شيء وبيكرهوا شيء، بيطلعوا عنك شوي. يعني في امور انت بتحبيها ومربيتيهم عليها يمكن ما يحبوها هن على كبر، يقول لك لا مو مقتنعين. انت بتلومي امك؟ بتحسيها بفتره من الفترات كانت ضعيفه فتمردتي وبدك تكوني اقوى؟ بلوم امي باي ناحيه؟ يعني بمراحل ضعفها بحياتها، يعني بتتعلمي من تجربتها اذا بدك سؤال بغير طريقه. يعني ما عاد اوقع باغلاطها. ماما كانت ضعيفه بمراحل، انا ما بدي اكون اشبهها بهالمرحله. بالضبط، انا تعلمت من اغلاطها. يعني لما بشوف ماما مثلا عندها الثقة الزايدة، عندها الحب المفرط للأشخاص اللي بتحبهم، تفضل الناس عن حالها. أيوة هون أنا بتعلم من هاي القصص، إنه ما بدي أوقع بهاي المطبات لأني شفت. عرفتي؟ حتى العلاقات الزوجية بس اللي والدي مثلا. لهيدا المطرح ونحن عم نحكي عن والدك عم نغير الموضوع؟ كشفتنا؟ اليوم إذا شفتي بتعرفيه ولا عن جد؟ طبعاً أنا بعرف والدي وبحترمه وانا على اسمه يعني وكل شيء. لا ما في عداوات، ما في مشاكل. قد ايه مسؤول عنك كان بمراحل حياتك لو وصلتي لهون؟ طب شوفي انا عن جد يعني ما عم اعرف شو بدي جاوبك. انا كثير اسفه، انا بصراحه الام والاب لاملي، وانا سندها، وانا تعبت كثير لعملت اهم انجاز بحياتي اللي هي بنتي املي. دائما بقولها اهم انجاز بحياتي هي بنتي املي. ما تشدي على حالك، خليك على طبيعتك. بفهمك كثير منيح، بفهمك كثير منيح، لانه كمان اللي مرقت فيه والدتك انا مرقت فيه، وعندي بناتي كمان مرقوا فيه. فهيدا بصير بالحياه، بتكون غلطه الاخر مش غلطتك. ف كوني على راحتك وخلي مشاعرك مثل ما هي تطلع، وما تشدي على حالك. انك والله مو شاده على حالي، بالعكس انا مبسوطه اني معك، مبسوطه انه عم نحكي. بس انا ما كنت يعني هي نقطة مجهزه اي شيء لاحكيه. عرفتي مو كل شيء نحن بنقدر نقوله. ما نحن هلا قاعدين قاعده ما مجهزين شيء، بيطلعوا هيك مثل ما انا المشكله الشغلات هي تحديدا انا ما بحب اني انا احكي عنها، مشاعري ما بحب اقولها. صعب اني انا حسسك انا زعلانه، انا مبسوطه، انا بحبك، انا ما بحبك، مو بسهوله بورجيكي هذا الشيء. عرفتي؟ يمكن هيك شخصيتي انا. بس هن طلعوا لوحدهم. طلعوا لحالهم. طلعوا لحالهم. ايه كاركتر. قد ايه صعب انه انت لعبتي دور الام والبي؟ وخليني اشوف من اي عمر مع امل يعني انت؟ من وقت خلقت. يعني حتى انت ومعه. وانا معه انه يعني خلينا نقول انه ماديا كان موجود. انت بعمر صغير يمكن، كان عمرك قد ايه لما خلفتي؟ 18؟ ايه تقريبا 18 كنت سنة. بامريكا وحدك. صح. هلا هو حدك، بس قد ايه كان حدك؟ يعني هو حدي كان خلينا نقول ماديا، يعني وقت كانت لساتها بيبي صغيره، ونحن لما اطلعنا اصلا كانت لساتها بيبي. قد ايه كان عمرها؟ سنه وثمان شهور تقريبا، سنتين يعني هيك شيء. ودغري اخذت القرار تفلي من امريكا؟ اخذت القرار ايه، لانه ما عاد فيني، لانه امريكا بالذات اذا ما كان في لك حدا وما عندك بزنس خاص فيكي عم تشتغلي، يعني دائما امريكا مصاريه لها. فانا لسه كنت طالبه، يعني انا لسه ما كنت جاهزه اني اشتغل وعارك الحياه، وكنت بسن صغيره. فكان قرار رجوعي بانه بدي اتطلق بشرط بدي جواز سفر لبنتي، اني يعني اخذ بنتي معي. هذا الشرط الاساسي كان. وفعليا انا اخذت املي معي
وبشكره. هو ما كان عنده ما كان عنده مشكل بهذا الموضوع يعني كمان يعني هي بنته يعني كل الناس كانت بتوقع انه رح يرجع 100% رح يرجع ليحاول انه يرجع هي العيله لانه كنا عيله حلوه كثير يعني الناس تحبنا فكلهم كانوا متوقعين هيك الا انا. تندمي على قرارك بتقولي طب انا ليه اخذت قرار انه هدم هالعيله وشيل بنت صغيره ومسافات امريكا وسوريا او الاردن يعني بعيده. تندمي بتقولي انه كان قرار غلط لا 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 ما له قرار غلط نهائيا هو قرار صح 100% لانه الشغله مو شغله انه انت يوم واثنين وثلاثه ورح تنصلح الاحوال ويلا بتحملوا شوي ويلا كذا ويلا كذا هي ما هيك. انا شوفي بس ينعدم الاحترام ما بين الزوج والزوجه اذا انعدمت الحياه الزوجيه فانا ما بدي بنتي كيف يعني انعدم يعني ما عاد في احترام بيناتنا يعني لما وصل هو لمرحله يحبني انا كنت خلص خلصت كل الفرص اللي انا عطيتها هو ليش اول ما تزوجته ما كان يحبك؟ يعني حب انه بده يتزوج. طب كانت تعمل لك اللي بدك اياه بس شغلها كمان بخليها تسافر بنقول انه عم بتسافر وعم تتعب كرمال لتأمن لك كل احتياجاتك بس بنفس الوقت كمان عم تغيب عنك، يعني هون صار في غياب البيت وغياب الام، مع مين كنت تقعدي؟ وما في كان اخوه كمان يعني انك انت تقعدي معهم تقضي وقت. صار عندي اعتياد يمكن انا وصغيره على الوحده انه انا بحب اقعد لحالي بنبسط تقعدي مع ستك يعني مع ستي هي امي هي امي الثانيه هي اللي ربت هي اللي علمت درست اللي دارت يعني عبت كمان مطرح امي وبي بنفس الوقت الحقيقه انه لازم بي حبيتها يطلعت باللبنان امي تكون معنا ضيفه اي والله لانه هي لها تعب كثير كبير انا ستي لها تعب كثير كبير علي خليها تجي معنا مره والله ثانيه والله العظيم أكيد. لانه الحقيقه انا بدي اقول الله يخلي لي اياك بدي بك فوق راسي لانه انا بدي اقول لك انا كنت الله يخلي لي اياك انا كنت ام واب بس هي كانت الام الحنونه كثير لهلا لهلا لحد اللحظه ستي بتشوفني بنت صغيره الى الان وين رايحه وين جايه واكلتي وشبعتي بردتي ستي حدا حنون كثير عن جد عبى مكان جبتي لي ماما ماما شو ماما فاتن ف ستي كثير حدا حنون وحدا كثير منيح وعن جد يعني الله بعث لي اياها يمكن مو شفقه علي ولا لانها زعلانه علي ولا شيء بتقلي انت بنتي يعني انت مع الاولاد انت بنتي السادسه انه انا اختكم رقتني رفعتني رتبه صحيح وشو بتعيطي لها لصفاء ماما ولا صفاء ماما صفاء عشان يعرفوا لمين عم نادي بالبيت انا بقول ماما صفاء وماما فاتن عرفتي عشان يردوا علي ماما صفاء ماما فاتن ما بقول تيتا لانه اذا بتقول ماما فنحن التنتين شوفي املي نحن التنتين سوا اذا قالت ماما صفاء يعني انا ماما فاتن يعني ماما فاتن طبعا دائما دائما في اتفاقيه ما بيني وبين ماما فاتن اللي هي انا بشد انت بترخي انا برخي انت بتشدي هي تلقائيا هيك ايه لا في فرق جيل بس اذا بدها شيء ولو قالت لها شدي بترخي يعني ما بتفق انا وياها على شجعتني قالت لي اشتغلي اذا حابه تشتغلي مع انه قلت لك انا البنت دلوعه امها يعني شو بدك امين ليش تشتغلي فستي قالت لي اذا حابه وهذا الشيء بيقوي شخصيتك اشتغلي اعتمدي على حالك حابه تسوقي تعلمي سوقي مع انه كانت معارضه امي كثير قالت لي لا انا بخاف عليكي ستي قالت لي قوي قلبك وسوقي فبتلاقي انه في حدا عم يدعمك عم بيشجعك هي بتعرف شخصيتي كثير اكثر حتى منك بتعرفي بهي النقطه انه بتعرف شو اللي بيزعلني شو اللي بيفرحني بغياب امي عني انا وصغيره هي لاحظت كل شيء بشخصيتي هي اللي كانت قريبه هي اللي كل المراحل وقتها كلها يعني كل وقت ماما كان لأملي لهلا لهلا هي أملي. يعني رهنة حياتها لنا لاولادها وللبيت ولالنا كلنا بتحب هلا انت بالنسبه لستك رجعت اعطيتيها الروح يعني كانه رجعت ولدت من جديد بس انت كل شيء رجع رديك لماما صفاء ومتاثره فيها بالشكل بالمضمون يعني كمان صح. فرخ البط عوان مثل ما بيقولوا حتى بيقولوا لي صوتك مثل صوت امك مو بس الشكل بيقولوا لي انت عبالك تستضيفيها نفسي شو بتسألي اذا استضفتيها؟ حسب البرنامج وحسب شو عم نعمل بس انا نفسي اني انا احاورها وناقشها وهيك صعب بس تستضيفي والدتك ما بتحسي هيك؟ لانه هي بتاكل الجو هي لانه لا هون صار في غيره في غيره اوقات بمرحله بيناتكم لا املين صعب تعبر هي فعلا كشخصي انا حدا مكشوف يعني حبيتك حبيتك ما حبيتك بتبين على وشي هي بتعطي البوكر فيس ما تحسسك انه هي حبتك او لا الوحده عملت فيك هيك ايه خلتني اعرف شو بدي
خلتني اعرف اذا انا بحبك واقعد معك ما بحبك ماني مضطر، عرفتي؟ يعني ما خلتني اكون هي البنت اللي كيف كون كذا وفوت بالكل واعمل اجواء، خلص اذا ماني حابه. بس لانك لوحدك ضل كل شيء بتحسيه جوا. صح. ما طلعتي يعني تعودتي انه يعني كل شيء يعني ممكن ازعل وما الاقي مثلا بلحظه مبسوطه ما في حدا تقولي له. ايوه زعلانه ما في يعني ما فيها التعبير. بجمع لها اياهم بكون مثلا مسافره اخر اسبوع ترجع بقعد عند عندك بدك تنامي، فبجمع لها كل شيء صاير معي وبحكي لها كل شيء صاير معي وهي بتعلق على كل شيء صاير. ولازم تكون بتعرف، انا دائما برتاح لما هي تكون بتعرف شو عم بيصير معي، يعني تكون قريبه مني. كل شيء لو صار وخلص مثلا عن الشباب اي اصدقاء مقرب طالبين القرب. طالبين القرب شو هلا اي شيء اي شيء اي شيء بيصير معه بتخبر اي شيء بيصير اي اي شيء ما بعرف. هي لانه شغلات خصوصيه في حدا طالب يعني القرب حاليا يعني اذا صار وكان في حدا حاليا او قبل دائما فورا مخبره، يعني اي شيء بيصير هي بتكون عندها علم. لازم ممنوع هيك اصلا مو لانه ممنوع لانه انا هيك تربيت على هيك. أي. يعني انا وها رفقات نحن رفقات اكثر ما يعني انا ما عندي رفقات، رفقاتي طبعا كل العالم خير وبركه ورفقاتي، بس خلينا نقول صديقه يعني انا صديقه البست بنتي فريند يعني. وانت مين عندك غير املي صديقه لك؟ والدتي. بتعرفي شو بعد ما توفى بعد ما توفى بابا بتصفني بالاشياء في ديتيلز انت ما بتكوني حاسه عليها انه هي موجوده بحياتك. لما فقد بابا الله يرحمه الترابط الاسري اللي حسيناه اثناء ما كانت عم بتصير معنا القصه ولسات عم نمرق بالحزن ترابطنا زاد اكثر 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 بكثير، فصرت انتبه على تفاصيل انا ما كنت منتبهت لها انه انا فعليا ايه ماما رفيقتي، ماما بيت سري، انا بروح لعند ماما بقول لها ليش انا عم ببكي او ليش انا كذا او شفت كذا او عملت كذا. نفس الشيء لاملي، ما بورجي انهياري الا قدام بنتي، فحتى بفتره من الفترات وقت كنت حزينه على بابا اعتذرت منها لاملي، قلت لها ماما انا اسفه انا ما عم بقدر اطلع من اللي انا فيه، بليز روحي عيش حياتك، يعني ما بقى تطلعي لانه ما بتقدر البنت تكون سعيده وعم تشتغل وتطلع وتدرس واما بالبيت بحاله نفسيه صعبه، فاجباري بدك تكوني حاسه فيها وقاعده معها، اذا انت ما حسيتي فيها مين بده يحس فيها؟ بس انا ما رديت عليها. اي ما تركتني ما تركتها حتى تركتني. وقفت على رجليها ورجعت صفاء اللي كل الناس بيقولوا لها طاقتك وطاقتك وكذا، رجعت لهم هيك تركتها بحالها. انا كثير مبسوطه فيكم اليوم قاعدين بوج بعضكم لوحدكم هيك عم بتفضفضوا عم تطلعوا اللي بقلبكم وتعترفوا لانك يعني ريتا ما في لزوم اعترافات معي لا لا انتم بحاجه لتفضفضوا انا هيك قال كنت عم اقول لها ما راح اعترف لك ولا اعتراف طلعوا لحالهم من فتره بسيطه ريتا انا كنت متعرضه لوعكه صحيه كثير شديده يعني املي كانت عم تقدم امتحاناتها بالجامعه فكان عندها مادتين انا قعدت 4 ايام بالمستشفى املي كانت قاعده بالمستشفى عم تدرس وعلى باب العناية المشددة على الشباك وتبعت لي والله العظيم يعني أنا نايمة فهي تفتح البرداية شوي مشان ما تشعل ضوء الغرفة مع أنه يعني فيها تنام تقعد برا بالسويت برا يعني بس هي لا تضل عندي وعلى ضوء الشارع هيك تقعد تدرس قبل ما تروح الصبح على الامتحان. هلا هي واضح انها حنونه كثير كثير هي كتير حنونه كثير حنيتها بس واضح انها كثير حنونه قلت لك املي بقى لا لا والله لا لا تطفشيهم للي طالبين القرب لو سمحتي الله يخليك لو سمحتي ليش الحنيه بتطفش طالب القرب؟ اذا مالي حنونه مين هذا بده يجي ياخذك؟ حدا بده وحده لقيمه؟ لا ما انا لقيمه الحنيه ما بتطفي هي بتورجيكي شوفي انا كيف حنونه بدها تحكي علي دخلنا اسعاف انا بحاله الم شديد جدا فهي ايه ماما عم تمسك لي ايدي يلا حبيبتي يلا هلا ما في ولا ممرضه تيجي تفتح وريد